انطلقت فنفذت ثم اتسعت. حملة الفريق الخدمي والهندسي تواصل أعمالها التتابعية في المناطق المحرومة. عند حي البساتين بمنطقة الشعب حط الفريق رحاله لتقديم الخدمات لهذا الحي. اليوم احنا حاليا في منطقة حي البساتين، بدينا البارحة مساء في بداية الشارع الرئيسي اللي يخدم هذه المنطقة، شارع تقريبا طوله كيلو ومتر، والإضافة للزقة الفرعية سوف يتم خدمتها بالكامل وإعداد المواصفات الفنية ومساهمة مع شركة برشد. حي البساتين واحدة من المناطق التي تعاني من نقص الخدمات أو انعدامها. شمولها بحملة الجهد الخدمي والهندسي قوبل بترحيب وثناء من قبل أهالي المنطقة. نشكرهم المبارك على هذه الخطوة الجيدة، على تبليط الشارع مال منطقتنا، منطقتنا منطقة تعبانة. من يصير فصل الشتاء بالأمطار تغرق المنطقة، صعب الأطفال تروح للمدارس، صعب التنقل النساء للأسواق، يعني كل شيء صعب. هسه على المشروع هذا استبشرت العالم وإن شاء الله خير. وبعد حي البساتين سيشرع الفريق باستكمال حملته التي ستشمل في القادم منها أحياء في منطقة الصدر والشعلة وبلدية الرشيد ضمن الأكثر حرماناً. جهود خدمية موسعة يواصل فريق الجهد الخدمي والهندسي تقديمها في المناطق المحرومة وسط ترحيب من أهالي تلك المناطق. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.